ممكن تعرفين عن حالك؟ اسمي نور أبو سمرة، أنا مهندسة كهرباء من حلب، من سوريا حلب. طيب، الأشغال اليدوية اللي حضرتك عم تعمليها، هل هي موهبة أم أخذت دورات تدريبية؟ أنا والله أخذت أول مرة أخذت كورس كان لليافعات موجه، يعني دخلت عليه الكورس أنا وبنتي، وكان حابة أكتشف مواهبه فحبيته أنا لهذا المجال أكثر منها. هي حابة الرسم وأنا أخذت كورس كان ديكوباج. طيب، كيف بلشتي بالعمل؟ أخذنا الكورس وبعد الكورس بلشت جرب، يعني طبق اللي أخذته بالكورس وضفت أشياء، يعني شوي من اليوتيوب أخذت. أنا صرت أقرأ يعني عن الفن هذا، عن فن الديكوباج، حبيته كتير. طيب، شو أكتر شي خلاك تحبي فن هذا بالذات؟ أنا بحب كل شي له علاقة بديكوريشن، بحبه يعني أنا أصلاً بحب الديكور، فهو الفكرة أني كيف فيك تجددي وتضيفي عليه شي إبداعي، هو يعني إبداع ما له حدود، هذا الفن فيك تبدعي فيه كتير. طيب، شو هو الهدف اللي أنت مثلاً طامحتي له كرمال توصلي له بالأخير بهذا العمل؟ أنا والله بإذن الله حابة إذا كبر مشروعي أعمل أفتح صالة عرض للقطع الأنتيك اللي أنا بصنعها، ويعني أي شيء ولوحات وهيك، يعني صالة عرض. طيب، قديش المدة الزمنية اللي صار لك حضرتك فاتحة فيها هذا المشروع أو مبلشة بهذا العمل؟ هلا أنا أول مرة أخذت كورس تقريباً إلي سنة، بس أنا من شي 6 شهور بدأت أشتغل أكثر يعني على الموضوع. بالأول كان هواية يعني، بس من جديد يعني صرت أطور حالي أكثر في هذا الفن. طيب، برأيك هل استطعتي إنك تحققي هدف أو بداية هدفك من فينا نقول؟ الحمد لله رب العالمين، أنا راضية لحد الآن عن كل شيء وصلت له للآن، الحمد لله يعني ضمن الخطة اللي أنا ماشي عليها. طيب، يا ترى استفدتي منه ماديا لهذا العمل بالذات مثلا، أو ممكن يقدم لك شيء يكفيكي مثلا معيشيا؟ هلا لسه والله ماديا لسه أنا يعني هلا مبلشة جديد مشروعي بأوله، يعني إن شاء الله يكفي، ما بعرف الله أعلم، بس انه انا يعني بالنسبه لي كوني عم بعمل شيء بحبه وبيعبر عن شغفي باذن الله، يعني انه بالنسبه لي كافي حاليا. طيب، هل عم تستطيع انك تبيعي منتجاتك بدون صعوبه ولا عم تواجهي صعوبات ببيع المنتجات؟ هلا يعني صعوبات باي مشروع اي مجال انت بتبلشي فيه اجباري فيه بالاول صعوبات، بس يعني انا لحد الان تجربتي لساتها في بدايتها فما فيني كثير يعني احكم. طيب، شو بتظني انه الحرفيين او هذا المجال لاي دعم بيحتاج اكثر شيء؟ هلا اغلب المشاريع التجاريه بتكون بدها دعم اعلان يعني اعلاني، اعلانات على السوشيال ميديا، ناس انه تحكي عن يعني توصلك للاخرين، توصلي من خلال يعني الشهره بقى ان شاء الله، يعني من خلال المعارض يمكن، من خلال الناس المعروفه او انت كمان شهرتك على السوشيال ميديا. انتم بحاجه على الاغلب للتسويق، تسويق على السوشيال ميديا وعلى منصات العالميه والاعلانيه لحتى انتم تقدروا توصلوا لاكبر نسبه عالم هذا الفن. ايوه اكيد هذا بالضبط. يعني تشرفنا كثير بمعرفتك وشكرا كثير للقائك، كان لقاء كثير حلو ومنتجاتك صنعه رائع، شكرا كثير لك. يا رب كلك ذوق، اهلا وسهلا.